السلام عليكم، انا طبيب عبد المجيد من ثانوية عبد المجيد عبد الحميد بن عبادي. شعبة أدب في الزبا تحصل على معدل 16.80. حكينا على شعورك وتأتي هذا الجائزة من عند ولي ولاية وعرا. كيف حصلت في عطاك ال إنني فرح جدا ومشكور سيدة الوالي. كنا على شعورك كنت تشوفي ولدك اليوم ضمن المتفوحين؟ الحمد لله يا ربي، الحمد والشكر لله اللي وصل هذا الآخر، ونشكر الوالي واللي كرمه، ونشكر كاع الأساتذة وكاع اللي اشتركوا وساهموا اللي عاونوه والآخر باش وصل هذا الآخر ونال شهادة البكالوريا. ونشكر سيدنا الوالي وكاع كسمو، ونشكر أحمد ونشكر الله سبحانه وتعالى اللي جعلها باش ربح البكالوريا تاعها.